يا الكرة ويرحم خيا معكم معلمكم الرياضي روف خليف وأنقل لكم اليوم أحداث هذه المباراة. مخيب في انهاء الهجمات دون ادنى شك. توزيع على الرواق قطع في الوقت المناسب، أحس بقوة التهديد ووصل للكرة، والكرة للمنطقة الأمامية. تجتاز الكرة الخط لتتحول إلى رمية التماس. رمية التماس. الإبداعية خاصة المتعلقة بصناعة اللعب.
إن لم يتلقى أي منهما أهدافا لحد الآن، ولا تزال النتيجة 0-0. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. كانت المباراة مغلقة من الطرفين في الشوط الأول. نتمنى أن نرى المزيد من الفرص في الشوط الثاني. اعتراض في وقت مثالي، كانت الخطورة تزداد بشكل كبير. وتخرج الكرة إلى رمي التماس. سيتم إجراء تبديل الآن حسب ما أرى بجوار خط التماس. لم يتعامل الحارس مع الكرة بالشكل المناسب ودفع فريقه الثمن. يبدو أن هناك تبديل سيتم الآن. نتابع المباراة والنتيجة الآن 1-0. وتخرج الكرة إلى رمي التماس. هذه الفرصة الضائعة كثيرا. Stop!
أصبحوا متقدمين بفارق هدفين ببساطة. هذه التسديدة لا تصاب ولا ترد. لكن هذا لم يكن كافيا. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share videonya. Terima kasih banyak ya.